يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. يا نسمة الصبح الآثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعمي. هبي علينا في القلوب أجدب. بسم الله الرحمن الرحيم، الله صلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، ستأتينا اثنتين من الطالبات، تفضلي. حصل بينهما حوارا بين الطالبة هند والطالبة رغد، تفضلا. أرى الناس ماذا يذهبون إلى الحج. جميل. وفي الصورة الثانية ماذا ترين في هذه الصورة؟ أرى الناس يصلون. هل هو في المدينة أم في مكة؟ في مكة. عندما تقومون بأي شيء؟ بمناسك الحج في يوم عرفة. وهذا جبل عرفات. هذا جبل عرفات. جميل. نعم. السؤال الثاني كيف عرفنا ماذا نفعل في يعني هل عرفنا كيفية أداء هذه المناسك من خلال القرآن أم ماذا؟ من خلال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة النبوية ماذا تفعل؟ تعطينا الشرح لما في القرآن الكريم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال في آية أخرى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالله أمر بالحج، لكن كيف نحج؟ كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ كيف نطوف حول الكعبة؟ هذا أين نجده؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله بكم، تفضل. نودي بوحي عن نبي أعظم، بث الهدى فوق الحياة وعطري روض النجاح واقبلي لمعلمي. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. قولي لهم إن الحج. فإذا ما هي وظيفة السنة؟ ما هي وظيفة السنة من حيث ماذا؟ القيام بها. فمثلا قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهذه الآية ماذا تأمر؟ بأي شيء يأمر الله تعالى المؤمنين؟ تفضل يا فاطمة، ماذا يأمر الله؟ بأن نأخذ ماذا؟ بما أعطانا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثلا نحن لدينا هذه الصور التي بين أيدينا، مثلا هذه ما هي؟ أناس يذهبون إلى أين؟ يذهبون إلى الصفا والمروة يسعون فيها. نعم، فهذه الصور ماذا تعطينا؟ كيفية أداء مناسك ماذا؟ الحج. فمن أين نعلم هذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، أي في بيان قول الله تعالى: الحج أشهر معلومات. تمام. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا، كيف يؤدي الإنسان الحج، وبعث مناديه وقال ماذا: أذن بين الناس أنني سأحج هذا العام، فمن استطاع الحج فليأتي معي. فأتى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر بما يزيد عن 100,000 حاج، وكانت هي الحجة الوحيدة، فسميت بحجة الوداع، وكل الناس هبوا لكي يحجوا مع حبيب الله صلى الله عليه وسلم. قولي له إن الملائكة حوله تضع الجناح لطالب ومعلم. قولي لهم إن الحديث كجنة، إن الحديث سقاؤه من
تنثال فيه سكينة من حولنا وتحفنا رحمات رب منعم. أهمية السنة في أنها ماذا تشرح؟ إيش تشرح؟ ماذا في القرآن الكريم، ليس كذلك؟ مثلا قال تعالى وأقيموا الصلاة، كم هي عدد الركعات؟ كيف نصلي؟ كيف نتوضأ؟ ماذا يفعل المصلي إذا ترك الفاتحة؟ ماذا يفعل المصلي إذا ترك سجدة؟ ماذا يفعل؟ أين نرى أحكام ذلك؟ في القرآن أم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا السنة ماذا تفعل من أهميتها؟ أنه تشرح و تبين وتفصل ما في القرآن الكريم. نعم، مثلا قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال الرسول من يعطيني هذا، ماذا تبين هذه الآية؟ البر بالوالدين. طيب هل هناك حديثا يبين فضل بر الوالدين؟ نعم، من يعطيني؟ تفضلي. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل وقال من أحق الناس بحسني الصحبة، ماذا قال؟ أمك ثم أمك ثم أمك. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا محسنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، هل هو يشرح قول الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أم أنه يؤكد فضل البر بالوالدين؟ يؤكد. فإذا الوظيفة الثانية ممكن تكتبي لنا الوظيفة أو الأهمية الثانية أنها تؤكد. إذا السنة ماذا تفعل؟ تؤكد ما في إيش؟ القرآن الكريم، القرآن الكريم. نعم، ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في باب الحج، الحج المبرور ليس له أجر إلا ماذا؟ الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الحج ماذا؟ عرفة. نعم، إذا أنها تؤكد ما في القرآن. فالسنة هنا ماذا تفعل؟ تؤكد، تعزز ماذا أمر الله سبحانه وتعالى. الصبح الأثير تكلمي واروي حديثا مفعما بتنعم، هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. هبي علينا فالقلوب أجدب، جودي بوحي عن نبي أعظم. في حلقات التحديث نقرأ قصة أو نهتدي بخصال خير معلم. أنتن البنات يجوز لكن أن تلبسن الذهب، ليس كذلك؟ ونحن الرجال المساكين هل يجوز لنا أن نلبس الذهب أم لا؟ لا يجوز أن نلبس الذهب والحرير وأيضا الحرير. نعم، أين نجد هذا الحكم؟ في القرآن أم ماذا؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من يقول لي الأهمية الثالثة للسنة النبوية أنها ماذا تفعل؟ من يعرف؟ أنها تذكر أحكام وتعطي أحكاما ليست في القرآن. ممكن تكتبي لنا؟ إذا الأهمية الثالثة أنها ماذا؟ تعطي أحكاما ليست في القرآن الكريم. لو أن إنسانا قال لنا أنا لا أخذ إلا بالقرآن، أنا مسلم ولا أخذ إلا بالقرآن، وإذا أعطيناه أحاديث الرسول لا يأخذها يردها، هل كلامه صحيح؟ لا. هل إيمانه كامل؟ لا. لماذا؟ رفع اليد. لماذا؟ لماذا؟ لأن السنة النبوية هي المصدر الثاني للأحكام. أحسنت، سأقول بارك الله فيك. أنا سأعطيك هدية، هل تقبلينها؟ بارك الله بك. شكرا. نعم، إذا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ هي وحي من الله سبحانه وتعالى، فبالتالي ينبغي أن نأخذ بها. نعم، بارك الله بكم وشكر الله لكم. كونوا هدى للبرية إنكم مثل الصحابة حولنا كالأنجم، خذنا الحديث بقوة وبهمة
كالصالحين على صراط أقوام، وانشرنا بين الناس سنة أحمد بالسمت والتطبيق ليس تكلمي. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. يا سعد من سمع الحديث بقلبه نال النظرة ذاك خير المغنم. آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم. آل النجاح جوزيتم عن جمعنا رأي الإله بجنات وتنعم.